السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ مزيان صح ولا لاباس؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. لا اول مره غادي تدخلي تشوف قناه تميه الزبيان نقولوا مرحبا والف مرحبا، ما تنساش تابونا معي باش تلقاي كل جديد، واللي معنا نقولوا مرحبا بكم اخوتي صغار كبار رجال نساء، مرحبا بالنا جداد، وما تنساوش الناس قدمتم الخير والبركه. المهم النهار الثلاثة ديال الفيديو ان شاء الله باذن الله عندنا السردين وغنديروا ان شاء الله كبايله وغنديروا ان شاء الله الشرن، المهم ثلاثه ديال الاشكال ديال الحوت ان شاء الله باذن الله. نتمنى تجربوهم، واللي جربتها رجع دير لنا التعليق شوف كيف جا كي جاها زعما وتقول لنا واش عجبها ولا ما عجبهاش، تفرحوا لنا نقولوا صدقت معكم الوصفه وعجبتكم. واش اللي كاين اخوتي؟ يلا مع المقادير وطريقه التحضير وبسم الله الرحمن الرحيم. نهار غادي ندير معكم السردين الصغير هذا، كسميتو غنحيد له السنسور، نحيد له شوال دقه واحده، ونحيد له ديك الشوكات ديالها هكا. المهم انا غسلته اصلا ماشي والله بصراحه الله خوتي، جابو راجلي مغسول ناضي. المهم انا نحيد له على السنسور هكا ونحيد له الشوال باش ندير له بهالطريقه. اللي شافوه يقول شكل ديال لادان هو سردين، ولي كان شي شطون هكا كبيبر ماشي مشكل، حتى هو خوتي مزيان يجي صافي. المهم بالاحسن حيدو على السنسور وشوال شوالو، وخليو ديك الزعنفه ديالو اللي في ظهرو وخليوها من بعد حتى نديرو لها الشرموله ان شاء الله، حتى نبغيو نقليو، لان كتعرفوا الا حيدنا لديك الزعنفه ديالها اللي في الظهر غيتحل ويبقى يجينا محلول، ما حنا ما خصنا كيبقى صاين هكا مكمول هكا الطريقه. صافي خوتي هو مع تبارك الله طري، كتشوفوه طري زوين بصراحه الله. تكاو عليها هكا بهذه الطريقه كتكا عليها انا بين الصبابع باش نبزطوها باش تجي سهله التزوال ديال السنسور. واش اللي كاين فاللحظة اخوتي؟ عندي الثومه في كفه الثومه، المهم انا عندي هنا نص كيلو السردين اخوتي، سميتو عندي هنا كفه الثومه وواحد ان شاء الله الحكه واحد البصيله حتى هي، هذا اللي درنا انا من حكم النغش اللي انا عندي ليك عندي السردين بزاف يزيد من الكميه كبيره. المهم الثومه وبصله على حسب الكميه ديال الحكه اخوتي. واش اللي كاين؟ صافي العطريه اخوتي ان شاء الله ندير لها تحميره، المهم التحميره ديك الشيء عينكم ميزانكم على حسب الحوت ديالكم، ندير الحبه وما ندير كمون وندير الخرقوم والمليحه ان شاء الله. صافي نخلط هادشي اخوتي مزيان، اللي بغى يدير الحار اخوتي يدير، من اول وقت تعرف ما ناكلوش الحار. وزيدونا الاولاد كاين اللي ما ياكلوش السردين، حتى انا مع كتعرفوا الناس اللي مرضين بالمعده السردين صعيب عليه، حتى انا الاجنبي صعيب، الا كنت وحده صافي بهذه الطريقه نقدر ناكل وحده، اما بطريقه عاديه يكون جهد هكا البصله بحالي تقتل له الجهد ديالو. صافي اخوتي في اللحظه غنحاول نشرملو هكا مزيان، نحاول ندخلو له الشرموله اللي فيها بزاف نحيدو، واللي ما فيها نحيد لها شويه، واللي ما فيهاش ندير لها باش تدخل لها كل الشرموله بهذه الطريقه اخوتي. اللي بغى يسيبها ويخليها واحد ساعتين باش تدخل لها الشرموله مزيان، واللي بيه فيه ماشي مشكل، انا نسيبو بيه فيها شويه مجرد ما نغسل يدي ونعاود مع نعبي الحد، حنا عندنا ضروري القلي نسيب الحوت هذا ونسيبو الحوت الوليدات تعاود نجيب لهم باباهم الشطون ولا اجيب لهم الشرين ولا حوت الابيض نسيبهم، لاننا ولادي ما ياكلوش السردين بهذه الطريقه باي طريقه. ولادي السردين سبحان الله ما ياكلوش هذا بحال هكا، ملي ما يعرفوش ياكلو حسب ياكل السوم عداه ما جابش وكا برا ما شفتش نسيبو ما عرفتش. المهم نقول للسرد يقول لك لا ما ناكلوش، الاخرين سابيه وسامي ما بغاوش ياكلوا لي ما بغاوش ياكلوا. المهم علينا اللي يعشق السردين بهذه الطريقه تجي مختلفه اخوتي، امشي جهد السردين نهائيا. المهم نحاول ندخل لكم الشومره كلها وخليه يتشد شويه، ولا كاين شي شوكه نحيدها هكا وندخل له الشومره كلها ان شاء الله ونخليه واحد شويه ونرجع له. صافي اخوتي في اللحظه راني جبت الطحين ديالي على حساب الحوت اللي عندو كميه كبيره يزيد، ولا عندو كميه قليله ينقص. وندير له اخوتي كمون ونزيد الحبه ونزيد زي التحميره ونزيد خرقوم والملحه. ممكن درنا العطريه الاولى نزيد الثانيه في اللحظه اخوتي، زيدوا خماره الخماره الحمراء زيدوها، راني نسيتها في اللحظه. المهم ديت القليه الاولى قليت الاولى وعاد فكرت راني نسيتها. المهم هاد الخماره باش يجي الحوت ديالكم مقرمش، بغيتو مقرمش ديروا اخوتي الخماره، ما بغيتوش مقرمش بلا في اللحظه زيدت واحد الجديده خلطتهم هكا مزيان. صافي اخوتي في اللحظه دابا عاد نكلي نحيد ديك الزعنفه ديالها ديال الظهره، بغيت نحيد واحده اللي بغيت اللي كاين اللي ما يدي ما يجي فيها ياكلها هكا خليوها له خاص كاين الناس اللي يخليوها ما يحيدوش، المهم واللي يبغي يحيدها يحيدها من الاحسن يحيدها على حسب الدراري اللي ياكلوا اللي ياكلوا الحوت. صافي اخوتي ندير في الطحين، كتشوف الطريقه ندير في الطحين ونديرها في البيض وعاود نرجع للطحين ديك الطحين ديالنا اللي متبل ونمشي بها الطريقه. وهاد الطريقه اخوتي من الاحسن من الاحسن هكا بهاد الطريقه دابا هكا المقله. المهم انا غير وريتكم الطريقه كيفاش وباش نرجع نكمل. المهم على حساب اخوتي قلت لكم هكا، لان الطحين كتعرفوا اي يرجع يفزك هو لا خصو باش يبقى باش يجي متقرمش مزيان خصو يكون الطحين ديالو ناشف. المهم في اللحظه انا هكا تشوفوا نوريكم نوريكم هكا، حاولوا تدخلوا الطحين مزيان وصافي
ونحاول نفرق بين حوته وحوته، ندير الطحين مزيان باش ما يلصق حوته مع حوته، هادشي اللي كاين. ونكملو كمية ان شاء الله كاملة ونرجعو ان شاء الله بإذن الله. صافي مسالي ان شاء الله. صافي في اللحظة خوتي راني بديت نرجع نعاود الطحين، كتشوفو بدا يلتصق، رجعت نعاود هكا في الطحين ونهضو شوية باش نعبي نقلي. بالنسبة أنا قلتلكم أخوتي هاد الطريقة سايبوها بيه فيه، لأن أنا عا باش نتحاز الكاميرا نعرفو نصور وداكشي، ماشي باش يبان لكم الطريقة. صافي اللحظة خوتي راني نحط المقلة ديالي الزيت، زيد ولا بلاش زيت هكا بزايد، المهم أنا نقلو زيت شوية الزيت تا ساليت القلية الأولى وعاد زيت التانية وزيت الزيت، إلا كانت كمية كبيرة ديرو الزيت بزايد من الأول. صافي في اللحظة خوتي هانتا تشوفو المقلة راني عندي سخونة وحدتلها، المهم متكونش عالية بزاف ومتكونش حادرة، المهم عارفين الكل ديال الحوت. صافي هادشي لي كاين، غنحطو التقلالي إن شاء الله من الجهة الأولى، عاد بساعة عاوتاني نقلبو مرة مرة نطلعو ليه هكا. الخلطة المورية على حساب كاين لي يبغي طايب بزاف حمار يخليه، ولي بغا يصيبو شوية زعر. بالنسبة أنا بزاف ديال العين مليش حيت يكون طايب، حنا لا حنا أنا وليداتي خصني نكون حوت متخمر. تلقيت علينا كنا صافي بعد وصلت الجهد ديالو، حنا هكا كنبغيوه. المهم الأذواق تختلف أخوتي، المهم اللي بغا يخليه يزيد حمار العشي يخليه، واللي بغا بهاد الطريقة هكا صافي حيدو. خلصت صافي أنا راني حيدتو، هادي أخوتي القلية الأولى اللي قليت معاكم، غادي في اللحظة أنهز وعاد فكرت بأن راني مدرتش الخمارة، لأن الطريقة الهزال ديال الحوت وهو في الخمارة أكون مقرمش بهاد الطريقة هادي هكا، أكون راخي شوية راسو ومن الأمانة. وصافي هادشي اللي كاين في اللحظة أخوتي، فاللحظة خوتي راني قلتلكم صافي دابا سميتو تتاهي معايا هي التالي، وأنا غنحط به فيه باش تجي ديك القرمشة ديالو كنهزنا وزنا الخمارة. صافي خليت نفسي بهاد الطريقة، المهم بان لي الزيت كانو نقصو قبل ما نحط الحوت، راني زيدت عاوتاني الزيت، أنا درنا لي صافي الحوت كنا نقلي صافي رمي الزيت ديالو، ما نخليش كمية كبيرة باش نبقى نقليو نعاود. وهادشي اللي كاين صافي فاللحظة راني زولتو، شوف أخوتي كيف جا الشكل ديالو، اللي شافو في الله كيقول لادان وعاسر دير. المهم صحتو وراحتو اللي جرباتو، واللي ما جرباتهاش دايما نقولو تسمح لنا، كل واحد عنده خير في دارو، الله يجازيكم بالخير وجد دعم اختكم ان شاء الله باذن الله باللايكات وبارطاجو بين اهل الاحباب والاصحاب الميلا. المهم رفقت اخوتي مطيشه فاللحظه صافي راني عطيت الزيت ديالي ياكل، وعاد خلينا حنا بعض الدراري محبوبات الجامعه خصهم البيض وخصهم لا يلاه خصهم البطاطا، وعاد كنت الحوت ديالي. المهم انا شاركت معكم هذا بالطريقه هكا، اخوتي كيف جي تستحقوا التجربه ان شاء الله باذن الله، تجربوا الفيديو الله. غادي ندير معكم تكتوكه وغندير معكم ان شاء الله كبيله، الطريقه ديالي انا بحال الحوت المعلم ولكن بطريقتي انا الخاصه ان شاء الله. نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم بارطاجوا بين الاهل الاحباب والاصحاب اللي مالا تعمل الفائده ان شاء الله. المهم اخوتي عندي كبيله هنا من احسن اخوتي لك كبيره احسن، المهم راني غسلتها حيت المصاران، وانا هنا عندي غير نص كيلو، اللي يبغي يزيد كمية يجيب كثر يجيب، المهم انا نص كيلو عام نتغدى وصافي، يعني حتى وليداتي كاين اللي ما عجبوش على الزوج ديالي وانا وبليد، المهم ماشي كاملين يبغيوه. هادشي اللي كاين اخوتي غادي نحطو ان شاء الله في الكسكاس ونعملو نملو الماء سخون، دابا الماء راه عندي سخون غيغلي، غنحطو عليه الكسكاس ونخليه غير شويه ونحيدو. فاللحظه اخوتي نستغل الوقت هذا نحط الحوت ديالي يتسلق يتفور ماشي يتسخر زعما، شفت واحد الطماطيشة هنا كبيرة 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 نحطها غنحكها، بالنسبة اخوتي اللي بغا يحكها يحكها واللي بغا يقطع يقطع، المهم هذا الاختيار. غنحكها اخوتي هكا، عندي واحد جوج درج ديال التوما تا هما غنحكهم ان شاء الله، هما هادو التوما تا هما نقشرهم وغادي نحكم. بالنسبه خوتي التومة ملي يكون هكا يابسه بزاف حملوها في الماء باش ملي تجي تقشرها تقشرها بسهوله، بالنسبه اللي ما عرفش اللي عرفت راك اصلا باقول دائما عرف سنني. المهم اخوتي انا عجبتكم طريقتي، ادعوا على اختكم داوموها. صافي نحك اخوتي التومة، بالنسبه للتومة اللي بغا يقشرها يدق يدق ولا بغا يعاود يقطع، المهم الاذواق تختلف. صافي هادشي اللي كاين هنا اخوتي، عندي برانيه هذاك شويه على البوطه من الاحسن اخوتي اللي عنده فران اللي عنده فرنه ديال البلديه هكا قدامه يشويها تما، او يلعب بها الفران ديال الزنقه او على الفاخر، تجي مذاق ما شاء الله روعه صراحه الله، ماشي بحال واللي ما بغاها يشويها يقشرها ويديرها في الكسكاس عاود تبخر وصافي ويديرها هكا، كاين اللي يديرها عاوتاني بقشوره وكاين اللي يديرها بلا قشور. المهم انا نوصلكم لكم اخوتي الطريقه ديالي، قطعتها صافي ندير زيت الرميه وندير لها تحميره واحد جوج ملقه صغيره تحميره وندير ان شاء الله الكمون. صافي عاوتاني الكمون ما تجيبش بزاف ما تجيش فيها ريحه الكمون بزاف، نص ملعقه صغيره صافي والملح تصدق. فاللحظه اخوتي صافي من جد ما سيت زعرك ديالي صافي حيدته، هو مازال سخون صافي خليه يبرد غير شويه باش يجيني ساهل التقشر. المهم انا راه مازال ما صبرتش نيشان، ولكن من الاحسن خليها تتبول خوتي في وطاله، ومن الاحسن اخوتي نقولها واكد عليها اللي كان كبير من الافضل، لانها كبير تبارك الله هتجي ساهل التنقى، يكون الشوك ديالو باين كبير ماشي بحال هذا يكون الشوك ديالو صغير. المهم انا الزوج ديالي ما لقاش وجبرها هذا صغير جابو،
صافي ملي جابو قلت انا نشارك معاكم، وانا صراحه الله بغيتو كبير زعما باش نشارك معاكم الطريقه ديالو، المهم بحال بحال. صافي والله لحظه اخوتي عاد كتعرفوا بالنسبه لي عارف كبايله عاد تشوفوا حيدوا لها نعم الجناب ديالها، هذه هي البلاصه اللي نوريكم اخوتي هي اللي يكون فيها الحسك نقولوا حنا الشوك، لان تحيدوا الاسانسور ودي البليصه هذيك اللي فيها، وخلاص ديال الظهر راكم باينه، يعني هو ما فيهش شي شوك اللي ما تحير فيه بالنسبه اللي كان كبير، انا قلت لكم اخوتي تكون باينه الشوكه باينه يعني ما تحتاجش تجبر مع صعوبه، وحاول اخوتي تقسموا هكا على جوج الطريقه هكا هكا، وحيدوا له الجلده بالنسبه للجلده كاين اللي يخليها كاين اللي يبغيها هكا، واللي ما بغاهاش يحيدها بهذه الطريقه هكا، اللي ما تحيدتلوش اخوتي يجي من الموس، وحاول يكرطها هكا بشويه بالموس حتى هكا هدول، وصافي المهم والاساس هو الشوك ما خصوش يبقى، حاولوا معاها بالنسبة صاحب لي سايب ملي تبارك الله عليه ولا جي سهلة سايب ناضي ما عنده مجهود على المضيق. انا مجرد نضحك معكم اخوتي صح صراحة اللي جربة اللي ما جربة دايما نقول سمحوا لنا الله يجازيكم بالخير الله يكثر خيركم. صافي هادشي اللي كاين اخوتي نبقى نتبعوا هذاك، المهم مرة نحسسوا بك بصبعنا كنحسسوا عليها تحس بيه بشي شوكة كاينة حيدها بهذه الطريقة ضروري يحسسوا بها، هادشي اللي كاين نحاول نحيدو غير شوية معاه بشوية 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 تسهل ان شاء الله باذن الله. صافي اخوتي ساليتو كله جبت واحد البصيله انا عندي بالنسبه لنص كيلو درتها بصيله صغيره بقى شراها غنحكها عاوتاني حكها كم مزيان من الاحسن اخوتي حكوها، وعندي جوج تومات عاوتاني تما واحد جوج تومات هنا قول جوج تومات ولكن صغارين عندي درت ثلاثه، وعندي اخوتي مطيشه حتى هي ان شاء الله غنحكها هذه نحيد لها الزريعه ديالها نحاول نحيدوا لها الزريعه ديالها نحكوها. بالنسبه اخوتي اللي بغى يدير ورق سيدنا موسى يديرها، انا ما عجبنيش الصراحه الله ما عجبنيش مذاقها، اللي عجبو يديرها اللي ما عجبوش ما يديرهاش، المهم جرب طريقتي وشوفوا ان الله عجبو ان شاء الله يكون عنده معتمده. المهم حيدوا الزريعه ديال اخوتي حيدوا حاولوا حيدوا الزريعه كلها وصافي هادشي اللي كاين نحكوها كلها، هي كتحك حتى بالجلده ديالها ولكن دابا ما عرفوا مطيشه قصحه شويه. المهم اخوتي هنا عندي مطيشه الحك واحد جهد ملعقه كبيره هكا. صافي اخوتي نديرو دابا العطريه ديالنا غندير التحميره، المهم دير واحد الملقه صغيره ديال التحميره انا دير عيني ميزاني، وهنا الحبه ديرو الراس ديال الملقه وكمون حتى هو واحد النص ملقه صغيره ما عندهاش بزاف، ونديرو الزيت الروميه زيت المائده والملح اخوتي قال لحظه اخوتي اللي بغى يدير هريسه حتى هي انا ما كاينش عندي بحال هريسه نديرها واحد شويه، انا صح الله ما ناكلش الحوار الحار اخوتي وحاجه هكا الحامض بزاف ما ناكلوش، ملي يدير اللي بغى يدير. المهم في اللحظه نخلط الزعلوك ديالي نطيب خاطر نخلط الزعلوك ديالي حتى هي اللي عنده معاك معاك زعلوك ما عندوش صافي خليها هكاك انا ما معكتش المهم قطع سطريه طريفين في اللحظه اخوتي صافي مطيشه ديالي نحطها ديال الحوت غنزيدها واحد القطيره ديال الملح حتى مطيشه ديال الفوق باش تطيب وكل ديك الحموضه مشهده فيها. بالنسبه اللي عندوش المقله ديال السق اللي عنده مقله ديال السق واش حاجه يدير كميه شويه وفيره ديال الماء باش المطيشه ديال الفوق تحت تطيب لان تبقى ديك الحموضه مشهده. المهم صافي جات الزعلوك ديالي نزيد كاين شي حاجه درت هكا كبيره معاك هكا شويه بالمعلقه خلطنا هنا يد هنا ويد هنا هذه حالة المرأة المطبخ خدمنا هنا وهنا ما شاء الله الله يعاوننا على وليداتنا وصافي. وصافي اخوتي جبت هنا هذاك الصبار جا قطعت قطعتين صغيرين صغيرين الصبر اخوتي حتى لقيت لحظة باش يبقى لون خضار ويعطي ما تقدر ما يموتش الجهد ديال الخيار صافي هكا واحد التربيطة صغيرة ماشي كبيرة بزاف صافي ونحاول نعاود ندخل هذيك المعدنوس هكا ندخل مزيان صافي ونطلو شوية ونتفاليها فاللحظة اخوتي ما كانش عندي ما بقاليش الحامض ديال الحامض او الحامض اللي عندي غير الحامض ولا الحامض اللي ذبح شويه صافي انا عندي غير العادي درتو انا شويه تمشت اخوتي ما كانش تمرقه صغيره صافي هو اللحظه صافي شفت بدا فقد لي كسميتو الريشه ديالي وديك البصيله صافي نحط عليها الحوت ديالي نحاول نحطو غير بشويه بشويه باش ما يزيدش يتعجن لي باش ما يبقى زعما كصايم صافي هادشي اللي كاين نحاول ندخل دخل في مطيشه باش تشرب ديك لاصوص ديال المذاق ديال المطيشه كلو هادشي اللي كاين اخوتي ونخليه يزيد واحد شويه باش تشرب وباش يزيد ينقص منه الماء. بالنسبه صافي الزعوك ديالي صافي غنحط عليها دابا صافي شفت كيف جات واش اللي كاين دابا بالنسبه للمقه خوتي انتما تشوفوا راه مازال الزيت مازال فيه شويه المقه خصو حتى ينشف خاطره عاد تطفى عليه. بالنسبه اللي ما بغاش يخليه كان ياكل ما يتغدى بها كيخلي له مريقه يخلي له ماشي مشكل ولكن زعما كمعلم زعما الحشك ديال المعلم يخليه ينشف صافي هاي صافي فالله حدا خصني نشاف دابا على قبيلات غنوري فيه الزيت كيف هاد الزيت وحدو صافي فالله حدا خصني نشوف. بالنسبة خوتي إلا سولوني على حساب كسميتو نقول معاكم دابا التفصيل واش غتخليه بمدة شحال ما نكذبش عليكم أخوتي نقول لكم شي حاجة أنا سايبو ناكلو نعطي العرف نص كيلو بحال يجي هو هادي حدو قدو بالنسبة لنا قلت لك الغدا يعني بحال يجي ماشي غدا خصها حتى شي حاجة معاها أخرى فهمت. أما يا خوتي المعلب ولا شي حاجة ما نقدرش نقول لكم أنا ما عمري خليتو صافي سايبو ناكلو ولا نسايبو نسيبو في البيتزا ولا المهم شي حاجة هكا بيه فيه ما عمري جبت كمية كبيرة وخليتها
للامانه باش ما نحكمش شي حاجه سايبه، لا سايبه فريكو ولا سايبه في هذه، لا ما يبقى شهر لا يبقى شهرين، وانا هادشي كامل ما مجربش ما نقدرش اخوتي نقول لكم. وصافي هادشي اللي جا هادشي اللي كاين، هاد الاطباق ديالنا كيف جاو، نتمنى ان شاء الله تجربوهم باذن الله. سمحوا لنا اللي جازكم بالخير الجهات، الله يكثر خيركم، كل واحد عنده خير في داره الله يكثر خيركم، نتمنى تجربوه بهذه الطريقه ديالي وردوا عليا ان شاء الله باذن الله كيف جاكم. لا زعلوك ديالي ولا تكتكه ولا الحوت ديالنا اش كيجي اخوتي قربكم ما كتشوفوا، بالصحه والراحه لجرباتهم. شي خوتي هذيك ما عندناش اللي يبقى هكا خضر يجي زوين ديكورو ماشي اللي كاين. نتمنوا يعجبكم ودعموا اختكم وزيدوها في اللايكات وشي كومونتير زوين ما عندكم ما تفرحوني. يلا الحوت ديالي كيفاش نقيه وكيفاش ندير له، ما نخليش كله هكا مكمول. المهم هانتوما معايا غادي نوريكم الطريقه كي ندير انا، تبارك الله عارف الناس صلاه النبي عارفوا يسيبوا، ولكن المهم انا غادي نوريكم غير الطريقه ديالي انا ما نخليش مكمول، لان دراري ماما حيد السنسور، ماما دير ليا حيد لي الشوك حيد لي صافي انطر نحيد كل شيء. وغادي نوريكم الشرموله ديالي ان شاء الله يا ربي، انا ما عنديش الشرموله. ها اجيو هنا السنسور لهنا من الظهر ونحيدوها، ها نحيدو نحيد بالشوك وكل شيء، ها الشوك نخليها هنا صافي ونتبع نتبع نتبع هاكا نتبع نتبع تنحيدو كله. ها هي حيدتها ما فيها لا شوك لا حتى حاجه، دار ليا بلا هكاك. عاوتاني نجي للجهه الثانيه عاوتاني هكا ساهل، عاد تعودوا عليه تجيكم ساهله. في الاول كان يجيني صعيب، انا دابا رجعت ولفتو صافي يجي ساهل. ها هي بالسنسوره ديالو كل شيء ونحيد والموس خصو يكون ضروري يكون ماضي. ها انا المهم راني درت نعاود معكم واحده اخرى، ها قلنا تجيو هنا خصو يكون موس ماضي. ها انا الشرموله ما عنديش صبار معدنوس، كاين الشرموله المغربيه كيديروا كاملين ها شتي، ما عنديرهاش لان ضرني شويه في المعده، وجربت هذه جبرت راحت عليها. المهم غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش الشرموله، وقلي عادي نقليو في الزيت عادي ان شاء الله يا ربي. المهم غنوريكم غير هذه باش ما نطولش عليكم الفيديو ان شاء الله. صافي هذا الناس كاين اللي يدير به الشوربه، انا ما نديرش به، عندي القطيبطات نعطيهم القطيبطه ديالي. يلا تهلا انا مغسلو غسله خفيفه هكا نغسلو صافي ونحطو استقطار وصافي ساعات ندير له الشرموله. انتما معايا المهم اخوتي الشرموله اللي عندي انا، عندي البصله باش تحيد السفوريه والملحه الحبه التحميره كمون وشويه الثومه، هادشي اللي ندير انا نخلطهم بسم الله هكا نخلط مزيان صافي ونحط الحوت ديالي هو مغسول ناضي نحطو وندخل له الشرموله مزيان وخليه شويه يرقد لا شويه واحد القسم ولا قسمين على ما يدخل فيه شويه الشرموله. حراره يمكن انا بصله حره صافي ونخليه يرتاح شويه وانتم معايا تنقلي ان شاء الله. دابا انا شرملته وخليته، المهم انا نجيب الفرص غنشرمل، انا نجيب الفرص الدقيق الابيض ما نديروش في التفصيل، هذه الطريقه هذه تجيني سهله. غناخذ كل شيء غنبوز كل شيء هنا، ما نبقاش ندير بوحده بوحده كنلعب هكا هكا صافي ونشد ميكا هكا ونبقى ندير صافي. ها نوريك شتي تدار وحده وحده. يلا انتما معايا نقول ان شاء الله غير مطيشه عندي وفيها بصيله وتحميره وكمون والملحه صافي. هادشي اللي ندير نرفقو مع الحوت ان شاء الله يا ربي، غنقلي مزيان وانتما ان شاء الله نوريكم الطبق. زيت سخان دابا غادي نحط معكم على شويه دغيا هو يطيب، لان القصوم دغيا كيطيب. اما الريحه ما نعاود كل اللي جا عندك على غفله دخل وانا درت الحوت ما يتيقش، لان الريحه تعطي بحال الريحه ديال الكفته المقليه. يلاه انتما معانا نقلبو، اللي بغى يخليه يحمر بزاف يخليه، اللي بغى شويه خليه شويه. انا الراجل ديالي الزوج ديالي ما يبغيش نقلب بزاف نخليه دغيا شويه. ها نقلبو وصافي، وغادي نحيدو شويه ونحيدو ان شاء الله ونزيد القليه الثانيه وغادي نوريكم الطبق. الريحه ما شهيتكم والله غير جربوها بهذه الطريقه وتشوفوا الريحه كنا تشهي. المهم انا ساليت انا درتو، ها اللي شافو هكا مقلوب يقول لا كفته ولا لدن، هو ماشي لدن راه الحوت، ها راه الحوت. الريحه ما نقول لكمش عليها هكا تشهي، جربوها وتشوف. رفقتو مع مطيشه وبطاطا للدراري ان شاء الله غادي نقليها لهم حتى لاخر لحظه، وقبلوا عليا ولا توحم تسمح لنا حقها في الجنه ولا تشهى حقها في الجنه. وشكرا بزاف بزاف.
وهادشي اللي كاين اخوتي. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، والى عجبكم بارطاجيو لنا الاهل واصحاب والاحباب، بكم القناه ان شاء الله زايده القدام. يلا اخوتي مع الفيديو المقبل ان شاء الله باذن واحد الاحد. مع السلامه.